بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قد حرم اليوم العالم الإسلامي عن شخصية بارزة عالمية انتفع به العالم كله الرئيس السابق لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي من عمره 96 عاما إن الشيخ يوسف القرضاوي ولد يتيما وكان متمنيا أن يصير عالما لدين الإسلام ومدققا فيه وقام في حياته الدنيوية ببطولات باهرة وصنائع معروفة وكثف جهوده الجبارة لارتقاء الإسلام والمسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام ومدافعا عن أمته رحمه الله العلامة يوسف القرضاوي وغفر له وكتبه في المحسنين وحشره مع الشهداء والأتقياء وجعل مثواه الجنة اللهم آمين